الازرق بالوصله. فهمت المطلوب؟ يا حاجي الولد يا ولد تشهد المطابع زخما كبيرا بسبب اقبال الناخبين والمرشحين للانتخابات من اجل يعني المطبوعات الاعلانيه الخاصه بهم. وتشهد اقبالا كبيرا، تكون المطابع تعمل بشكل 24 ساعه شفتين اللي بسبب الزخم يعني والاقبال والفتره محصوره يعني فتره الشهر. احنا بالنسبه للانتخابات بعد ما راح نشارك بيها زين، يعني من 2003 لهسه كل الانتخابات جاي ننتخب 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 ماكو نتيجه زين، العالم ضاله بطاله، لاكو عمار لاكو كل شيء ماكو زين، الشارع هو نفسه. بالرغم من الوجوه المتكرره اللي نفسها جاي تنعاد علينا، بالرغم من نفس الفاسدين اللي راح يجون، بس الناس راح تشارك على تراهن على الوجوه الجديده وعلى القوانين جاي تنسين. نلتمس اكو تغيير بالبلد، نلتمس اكو تحسين بالدستور بمعامله الوزراء بالعمار بالكذا، فنتمنى خير. لهذا السبب انه جاي نفكر انه نشارك بالانتخابات.